يقال ان او قطعا ان الموسيقى غذاء الروح، ومن هنا انطلق مشروع طالبتين في أكاديمية الفنون الجميلة لتقديم ورشة فنية للطلبة بالتعريف بأهمية الفن الموسيقي في تاريخ تلك الشعوب وخصوصا الشعوب العراقية التي ابتكرت الوتر الأول. بالضبط يا أبو ذر، طبعا هذه الورشة شملت عدد من المحاور اللي تهدف إلى تنمية الذائقة الموسيقية لدى الطلبة والمتلقين أيضا، وربما يساهم هذا الموضوع بنشر ثقافة الفن والموسيقى. زميلنا مؤيد الفرطوسي كان حاضر بهذه الورشة وعدلنا هذا التقرير، خلينا نشوفه. قسم الفنون الموسيقية في كلية الفنون الجميلة بالتعاون مع قسم تمكين المرأة في جامعة بغداد يقيم ورشة فنية موسيقية بعنوان طاقات نسوية موسيقية وغنائية لزيادة الوعي والتذكير بأهمية الفنون في حياة الشعوب. في قسم الفنون الموسيقية خاصة هذه المرحلة الأولى عندهم طاقات مذهلة، وبمثل هذه الورش النسوية صار قسم الموسيقى، صار قسم الفنون الموسيقية يقدم يعني كل فترة يعني يحاول يذلل الخوف عند الطالب، فنجيب الطالب نفسه نخلي يعزف أو يغني أمام طلاب وأمام ضيوف من خارج القسم حتى شوية شوية الخوف الداخلي يعني يصير شوية جرأة عنده. حقيقة عندنا طالبات متمكنات ومنهم طالبتين حنين ورواسي اللي هم متميزات بالعزف وبالغناء، فحبينا أن نسوي ورشة عمل موسيقية نسلط بها الضوء على هذه النشاطات ونفتح الآفاق للطالبات الأخريات لكسر حاجز الخوف وأنه الخجل حتى يتمكنون أنه يكونون ضمن موسوعة المرأة المتمكنة المقتدرة في المجتمع. طالبتا المرحلة الأولى في الدراسة الصباحية رواسي نمير والمسائية حنين محمد غازي قدمتا هذه الورشة الأكاديمية الطلابية للتعريف في كيفية المزاوجة والتوليف بين فن الغناء وآليات توظيف الطبقات الصوتية والدرجات الموسيقية لدى المتخصصين والدارسين والمحبين للموسيقى غذاء الروح. احنا نسوي ورشات موسيقية للارتجال والتخلص من حاجز الخوف اللي يصير عندنا اثناء صعودنا للمسرح، وطبعا هاي يتم بمساعدة زملائي من كافة المراحل حتى همتين يعني يصير بيناتنا ود وصداقة وزمالة، وطبعا يعني نتداول بها اغاني عربية واغاني تراثية حتى يعني نتعرف على كل انواع الموسيقى مو بس موسيقانا. الورشة اشتملت على العديد من المحاور والجوانب الفنية التي تهدف إلى تنمية الذائقة الموسيقية لدى المتلقين وكذلك بناء جيل واع ثقافيا وفنيا وموسيقيا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، مؤيد الفرطوسي، قناة العراقية، بغداد.